اسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده. واحد من الناس اليوم بمنطقه الزعفرانيه، منطقه الزعفرانيه شعبيه، منطقه الزعفرانيه ما تبعد سوى بضع او بعض الكيلومترات للكراده، وهي محسوبه على الكراده. وبالتالي اليوم تواجدنا بهذه المنطقه لاهميتها لوضعها اللي موجود. كنا سمعنا بموضوع الفيروس، وكنا عرفنا بوضع الفيروس كورونا سوى بالناس، واحنا اليوم بصراحه بهذه المنطقه ايضا اللي ضررت من جراء هذا الفيروس، والناس بعتها دايخه بوضعها. ناس يقول لك ما اعرف ايش قد يطول الفيروس، ينتهي ما ينتهي، وضع الشغل شلون، حركه السوق شلون، الناس شلون، المريض شلون، هواي سوالف فيها. ومن ضمنها المتقاعدين. خلال هذه الفتره صار هواي حكي ولغط على الموضوع التقاعد، وناس ما مستلمه تقاعد، وناس عايشه على التقاعد، ويمكن يوم ياكل يمكن ما ياكل، ولازم يشتغل ولازم يتحرك. راح نسولف بهذه التفاصيل اكيد مع اهلنا وناسنا بهذه المنطقه وبهذا السوق تحديدا، سوق الهوى اللي هو يعتبر من اهم الاسواق اللي موجوده بالزعفرانيه. ابو احمد واحد من الناس اللي استوقفني وقال لي خلينا نسولف وياك، قلت له انا موجود وحاضر. ابو احمد شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. هنا 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 شلون صحتك؟ الحمد لله ان شاء الله زين. الحمد لله عمي، الله يخليك الله يسلمك. ابو احمد احنا قلنا على سوالف التقاعد، باسمنا الاعلام الناطق، باسمنا الناس الفقراء. اي السلام عليكم ورحمه الله، اني ابو احمد من اهالي الزعفرانيه. احنا ناس متقاعدين، والمتقاعد يخلص خدمته بالوظيفه ينتظر يقعد في سبيل عيش بهذا الراتب، وهو الراتب مو من الدوله، يعني كنا بالوظيفه يقصون منه صندوق التقاعد. لا خلف الله على الدوله، هي منطيتها من عند جيبها. احنا اليوم 11 بالشهر قاعد انا من الناس قاعد بايجار و350 وعندي 13 نفر عائله، انتظر اخذ الايجار الراتب انطيله بالايجار، وبالايجار هسه صار خمس ايام يطلعني من البيت، زين ولا؟ الدوله قبل زمن ما اتحملك ابو احمد، ما اتحملك خمس ايام ست ايام، يقول لي انا رجال هم عندي التزامات عندي كذا، لان احنا بالنسبه صارت العراقيين ماكو محنه الواحد، صارت بس الماده فقط، لان هي الدوله الذي هي راعيتنا وهي الاب مالنا، لان الدوله مثل اب ما تفكر بالفقير ولا تفكر بالمتقاعد الذي خلص خدمته لخدمه المواطنين والشعب وللدوله. هذا جانب. الجانب الثاني اجيب لك مثل، يعني قبل احنا بالسبعينات كنا بالمدارس، كان قبل يعطونا سنه يعطونا حذاء كرام وسنه يعطونا نقاط. اجى صدام منح، طلع واحد بجمعيه الفلاحيه من العماره، قال له استاذ عندي سؤال، قال له تفضل، قال له القوط اكلتوا علي الغنادر، القنادر هم اكلتون علينا، القوط اخذتوه ماكو بس القنادر هم اكلتوا علينا، زين انتم قوت الشعب والنفط كله راح مننا، زين التقاعد هم تاكلون عندنا هو حقنا هذا؟ فالنادي دوله رئيس وزراء جديد ان شاء الله بوادره خير، انه وريد هالشعب هذا المظلوم الذي انظلم من ذاك اليوم لهاليوم، من ذاك النظام لهذا، اريده يفتح لنا خير، يدير بال على المتقاعدين، يدير بال على الشعب، يدير بال على الطبقه الفقيره، يراد على الخريجين والطلاب. نعم هسه واحد هم يسمعك يقول لك يا ابو المتقاعدين ايش عندهم؟ ما عندهم شيء، رواتبهم مو يوم خمسه يوم عشره، مو يوم عشره تجيهم رواتبهم. مو استاذي انا اقول لك، مو هي مو انا اقول لك شلون، مو قبل ناخذ هويه على التقاعد كل يوم عنده يوم موعد مطيته التقاعد ياخذ راتبه، من يعطي موعد الواحد؟ انت اليوم يطلبك واحد يقول له بهاليوم انطيك الطلب مالك، من توفوا وياه. احنا صار لنا هاي سنتين من خمس سنوات سبع سنوات طول كي كارد، نعرف يوم ثلاثه يوم اربعه يوم اثنين اكثر شيء يوم خمسه يعطونا تقاعد. احنا من وعد العالم ونطي هذا الموعد مصداقية الدولة تعطينا راتب. زين بعدين الإشاعات اللي اشتغلت وقفوا الراتب، بعدين رئيس وزراء طلع من الدولة عادل عبد المهدي اجى كتاب يمنع التمويل المالي لكافة كافة الدولة. فزي اسمع هذا كان الدولة بعد ما تعطيك راتب، انا اعطيني شو العلاقة بي؟ كان العلاقة براتبك لو قاعدة كان بإيجار او اطلبك فلوس. هذا من هذا الجانب ما يعذرك، لان الدوله قامت تنشر كتب على الاعلام تقول الدوله بعد ماكو اي رواتب، وقفت اي رواتب اي دوله. زين يجيك هذا بعد يرحم بيك انت؟ ما الدوله، بعدين الدوله حددت البارحه اليوم راتب السبت وطلعت على العراقي، وكان السبت الاحد يعني الناس تستلم وطلعوا مكاتب. زين احنا حتى بعد المصداقيه ما بقت عندنا،
يعني ما نعرف جابوها من اليوميه باكر يوميه باكر. فنريد المصداقيه ونريد من سياده رئيس وزراء جديد زين مصطفى الكاظمي يكون يعني يرحم بهذا الشعب، والله يكون يرحمه ويوفقه ويستر عليه. وشكرا. تحياتي ابو احمد. تحياتي وسلام لك يا عزيزي. حياك حياك الله ابو احمد. واحد من مئات او الالاف المتقاعدين اللي ممكن انه ولا هو الشعب العراقي كله مأجر سواء متقاعد او غير متقاعد، لذلك نشوف حركه الناس بهذا الجانب. موضوع الايجارات يعني انت الله بالناس، لانه ما حد مات واخذها ويا ترى. يعني نسولف بصراحه، تحملوا العالم، تحملوا الناس شلون مكان مشوا هذه الايام، لان فيروس وناس تعبانه وقاعده على القاع. على قولة هن القدامى يقولون على الحديد. زين، فمساهمة ومساعدة الناس هذا تشكرون عليه بصراحة، سواء أهل الإيجارات أهل الأملاك تساعدوا الناس وتساهلوا وياهم بهذا الشهر، هم شهر فضيل. خلينا نشوف أبو اللحم والله اليوم. السلام عليكم، الله يساعدهم، رمضان كريم مبارك عليكم ان شاء الله. شلون عافيتك؟ قواك الله. الله يبارك بيك حبيبي، الله يحفظك، مية تلي بيك، الله يعزك. شلون اسوق الهوى اخوي اليوم؟ والله سوق الهوى يزهو بالنصر. يزهو بالنصر. الحمد لله، هي هاي المريض. الحمد لله على كل حال. شلون؟ شلون؟ الشغل شلون بل؟ والله الشغل خير من الله، زين وماكو شيء، وضعي يعني ولا تقول كورونا ولا تقول، خير من الله. طبيعي. طبيعي، كلش طبيعي، خاصة الزعفراني. الزعفرانية، الزعفرانية ليش خاصة الزعفرانية؟ يعني نقول الناس ما ملتزمة بالحظر والإجراءات الوقائية، لو هي الناس هاي ذبتها. تقدر تقول هيك، تقدر تقول هيك، يعني أنت هسه مرض، عندك مرض كورونا وشائع بالعالم كله. شوف، خلي صور الكاميرا وشوف الوضعية شلون صايرة، تقول ماكو كورونا، تقول ما كل شيء، ماكو حياة طبيعية مثل الأيام العادية اللي أصلاً كان ماكو مرض. سبب يعني تشوف طبيعة الناس وعملها وماشي الأمور وما ماخذ الإجراءات ولا الاحتياطات، هذا سبب المواطن اللي هم نذبه على الجماعة. للصفحتين. أنت دولة تقدر يابا حضر تجوال ممنوع أحد يطلع. إحنا هسه لا ماكو، هسه أنت دا تشوف مثل ما دا يقولون، ما دا تشوف مو أسوى حضر، سوى حضر ما رمضان كل جمعة وسبت، ماكو حضر، سوى حظر تام، ما خلي عالم تطلع. هسه الكرخ ليش ملتزمه؟ بكل فرع مخلين شرطي، كل فرع مخلين شرطي، ما تقدر تطب وما تقدر تطلع، حاجتك على قدك، يطلع نفر يروح يجيب الحاجه. بس احنا بالزعفرانيه ما يطلع لك نفر يروح يجيب لك حاجه، تسعه تطلع وياه، تسعه تطلع وياه، يقول لك ضوجه محروم من كل شيء بالبيت. وضعية الضوجة وأنا ضايج من قاعدة البيت، ترى هذا مو حل، يعني هذا مو منطق. اللي ضوجة البيت مو تعرض أهلك وعائلتك وناسك. هسه احنا لابسين كمامة ومرات نلبس جفوف، بس هي هذا هم مو احتياط، مو ذاك 100% احنا. صحيح، بس صعوبة ليش؟ ليش؟ ما متوفر كل الشروط اللي السلامة المهنية الكاملة اللي أنت اللي تريد. ماكو كل شيء، يعني شنو؟ يعني انت هسه تقول لي مرض كورونا، كن واضحين. طلع بالتلفزيون هذا الشخص في كورونا؟ لا. طلع قدامك شخص مات من مرض الكورونا؟ لا. كل شيء ماكو، هاي الامور كلها ماكو. ابو الحج يصيحوا لي. الحج. الله يغفر. اخويا يعني انت يعني انت ماشي ما نكون واقعيين. زين، هاي الدول العظمى هسه احنا عفنا والله، هسه احنا العراق اشكال والوان عندنا امراض. بس هذا العالم متطور. ليش ما تقول لعبة؟ متطور. لا لا لا، ليش ما تقول لعبة على مود النفط حتى ينزل النفط؟ ليش ما تقول هاي اللعبة؟ موت هاي العالم وهاي. وين يعني أقول لك؟ شوف لي واحد مات، طلع لي واحد بالتلفزيون أقول والله هذا مات بالكورونا، طلع لي مات، طلع لي مستشفيات بالعراق براس حظ حاجرين حجر صحي لمرض الكورونا، شوف لي ماكو. أنت شفت؟ أنت علامة شفت؟ طبيته المستشفيات وشفته؟ شفت؟ انا اشوف الشخص قدام، انا ما اشوف الفيروس. انا شفت الشخص بي الاعراض ومحجور، محجور عن الانفلونزا. هسه انت ما تقدر تعطس، يقول لك ما شفت الفيروس. اي انت ما تقدر هسه الواحد يعطس قال لك هذا كورونا، سخن قال لك اي هذا. اقول لك هو هذا الوضع هسه، هيك صار الوضع.
الاعمارهم فوق ال 60 سنه لازم ما يطلع يابا، ليش خاف؟ فلاونزا شيء معرض لكل شيء. زين هذول الصماخات الكبار اللي بالدوله مو اعمارهم واحد وشدوا وربع، ايش ما صار بهم فلاونزا؟ كل الدول ترام شكوا به، فلاونزا ما العفو كورونا او حجر نفسه، ابو روسيا ابو بريطانيا كلها، بس احنا حكومتنا العظمى يتنازل عليهم ما حي على حسب كل شيء ما بيهم. ها يقول لك الله الحافظهم يا بلاد البشر، ما الله الحافظ بس هم الله الحافظهم. واحدهم من يطلع جفوف وكمامه على حسبهم كيف روحه. زين انت انت دار للشعب، مثل ما انت تريد تحافظ على نفسك حافظ على شعبك، حافظ على شعبك صح لو غلط. زين اكو امور هواي لازم نحكي بيها اذا تسمح وقت البرنامج. سولف بس انا خلي جيمك لان اذا تقدر تطلع لنا حج اذا مو زحمه عليك. شلونك عمي؟ شو اخبارك حبيبي؟ شلون صحتك؟ والله ماشي الحمد لله. انا ابو علي. ابو علاوي شلون شغلك؟ والله الحمد لله ماشي. ماشي الام؟ اي والله الحمد لله. وزه طالعه؟ والله احنا لا بس انا راتب على شغله واحده. يعني هاي تصريحات الاخيره السيد وزير رئيس الوزراء. احنا متقاعدين، شريحه متقاعدين. البارحة تصريح كامل هو الكعبي باشر نص الصبح اصرف لكم الراتب التقاعدي. حددوا السبت والاحد، يعني هسه خلينا نشوف. هاي اليوم السبت ومن الصبح احنا ما شاء الله من 6 لهسه. وهذا اللي يخلينا ترى احنا نطلع ونفطر وعلى حسب الرسول، ولا هسه احنا لو عندنا انا ما ادري ايش قاعدين وساكتين. اي ونقبل بيها، لا انت قول لحد انت رئيس وزراء مكلف وجديد وكيفنا بيك على حسب الرسول. يعني هاي اول كذبه تعتبر؟ اذا تسمح لي طبعا. وتمام ما يصير هيك رأسا خيب ظني. بكت نشوف الوضع شلون بكت يتغير، يعني الوضعيه هذه لانه الناس هي تعبت، مو بس المتقاعدين، لان حتى العامل اليوم من تساله ابو المحله متساله هم تعبان وهم يسولف لك اللي ممكن يمر بيه. ابو علاوي شنو شغلك انت؟ اكو شغل قاعد؟ لا سايق مالكي. اي النوبه حتى خلوا الفردي والزوجي، هسه احنا لا مشمولين لا بالفردي ولا بالزوجي. استثناء؟ شلون يعني؟ انتم استثناء يعني ما لكم علاقه بالحظر. لا ما يخلونه، لا احنا ولا الكوسترات. هاي بالكم بتوصلها يعني. كيات مو حمل؟ لا مو حمل. كيات عبريه؟ كيات هذه العبريه هم قاعدين عاصمين. شنو فرق هاي عن هاي؟ خليني اشيل لي 6 نفرات بس اعيش؟ مو تمام؟ يعني هذا كلها قاعدين خطيه، سيارات عندهم وعندهم اجار. اليوم واحد انا واقف بكهرمان اجى واحد ابو كيه، يعني خلينا نسولفها بالعاميه، لا ضمها لا ضم الدينها. يعني السياره هي الشيل ايش قد؟ 14. انا متاكد يمكن حاط بها 18. لا هذا بس يعني. الخانه اللي ورا 4، الخانه الثانيه 4، الخانه زين لزم المرور، قال له غرامه ما بها كل مجال. اي نعم. قال له انا صاحب عائله وشلون وتغرمني و... اي والكيه هم ما ملتزم. والله هي مو كلها شوي، مو كلها مو كلها وعيه يراد لها شغلات. اي اللي يريد يعيش لا والله يلتزم يشيلها في 6 نفرات ويلبسون كمامات وينحجز راكب على راكب يحجز يخلي مجال وتنتهي، بس على حسايتك عالم يعني تمشي. يعني هم كاسرين الوضع، لذلك نشوف شويه بيها ترى شويه يعني شويه مجال، خلي على الزوج الفردي مو اشكال، هم يوم يشتغل ويوم يقعد هم يخالف. يا ابو علاوي بارك الله يخليك عساك سامي في دول قلبك يا طيب الله يبارك فيك. مو قلت لك ابو علاوي هاي علاقتك حبيبي زاكروس حجي. خلينا نسولف شويه انا وياك. والله سولفنا قبل شويه لان قلت لك هواي سوالف نريد نسولف فيها. ها خريج 2008، خريج معهد تكنولوجي 2008، من 2008 لحد 2020 قصة 2008 من 2008 ل 2020 من 2008 ل 2020 اي 2000 ايش قصر؟ صار 13 سنة صح لو غلط؟ من 13 سنة تدفع فلوس تريد الا تدفع فلوس يلا تتعين، وهنالك لو تدفع مثلا 20 ورقة 30 ورقة دفاتر تدفع يلا عود تتعين. طلعت مال وزارة الكهرباء إذا تذكرها، مال الأجور والعقوب. قدمنا عليها يعني خصصونا وزارة المالية إنه راتب إذا أجر 480 من تتحول عقد على الرواتب
تشتغل تصل ل 600,000. ها ها. من شهر السادس انا بال 2019 شهر 11 اكو قبلي شهر السادس، من شهر السادس لحد هاي اللحظه ما سلمونا فلس احمر، فلس احمر ما زين. مستمرين بالدوام حجي؟ مستمرين بالدوام لهاي اللحظه. لهاي اللحظه مستمر بالدوام. زين احنا من المستمرين بهذا الدوام، يعني الواحد من على قولتهم من يعطس يقول لك يرحمك يرحمك الله، صح له غلط. زين احنا من شهر السادس لحد الان صار لنا 11 شهر، 11 شهر ما انطونا موازنه. وين تروح النفط؟ وين يروح الامور دين؟ يعني هاي كلها وين تروح؟ زين انت رئيس الجمهوريه راتبه يقال ما اعرف انا 95 مليون، يعني اذا نقص جزء مليون يقلب الدنيا يحرق العراق. البرلماني راتبه يصل الى 40 مليون، يمكن اذا صار 30 مليون مو بس يحرق الدنيا، يحرقها ينقلب يقول لك هذا فاسد وهذا فاسد. ها والله شنو راتب؟ زين انت فكر انت اذا انطيت هالشهر هذا البراميل مال النفط اللي تروح للدنيا كلها انطيها للشعب، انطيها ذول الموظفين، انطيها ذول الموظفين، وانا من جاي اشتغل ده يشتغل لك انت يا الدوله. بس الموظفين هي مشكله صارت، يعني هسه الموظف يعني عندنا موظفين ما شاء الله هوايه المعامل كلها واقفه والموظفين موجودين يستلمون رواتب، يعني هم مالت الله هم مالت الله. واحد من يستلم راتب وهو ما مقدم شيء، يعني هم وياك هذا وياك صحيح وياك. بس انا من تشوفني انا دشتغل دشتغل جاهزيني جاهزيني بشغله واحده ما اريد كل شيء سووه حولونا عقود عقدت عقد عقد وقعت عقد اي بس راتب ماكو راتب ماكو. قبل ما يصير الكاظمي على اساس يصير عدنان الزرفي، عدنان الزرفي بس اتمنى انه هذا الكلام يطلع. انت كلامك يطلع كله ما دام جاي نحكي بواقع ومنطقيه، واللي يشوف نفسه انظلم بالحلقه بامكانه انه يسولف وياه وحق رد موجود. قبل فتره قنوات عراقيه التقي قلت له راح احكي تطلع كل شيء، قال كل شيء راح اطلع، ثلاث ارباع الكلام قصر. احنا برنامجنا ما دام نحكي بواقعيه يطلع. نفس الشيء ترى هو هم قال بواقعي. سولف عدنان الزرفي ايش قال؟ قال هو من عينهم ذول العقود والاجور؟ وزير الكهرباء خلي ينطي راتبهم من شيبه هلا. دكتور عادل عبد المهدي قال لا ذول استحقاقهم. هاي موازنه مال 2019 ذول استحقاقهم، يعني ذول تعينوا قبل 2020 مصروفه الفلوس ينطوهم. عدنان الزرفي يقول لا من عينهم خلي يطلع من شيبه هلا. عادل عبد المهدي يقول لا ذول الهم. هسه عود قررونا مال شهر 11 ومال شهر 12 زين، شهر العاشر والتاسع والثامن والسادس او شهر الواحد والثاني والثالث والرابع والحاسب. وين يعني بس هالشهرين بس حد الان بس حكي بس حكي زين. جماعه يطلعون يقولوا لك يابا احنا بالنسبه ان الرواتب مال يعني من راتبه جوا المليون ما ينقص هذا ما يتاثر. زين احنا راتبنا بالعقود على اساس 510، وصل الكلام راح ينطونا 338,000. بس حجي هذا لحد الان هو هذا سوالف. اجل كتاب اجل كتاب استلمت فلوس؟ فلوس ما استلمنا بس ويا كان تغير الكتاب وزاره الكهرباء استلمت الصك وراتب كل واحد. انا طلع اسمي مال الرواتب بس لحد الان كراتب ما مستلم. زين انت انطيني عم ما اريد سنه، انطيني مال ست اشهر اعين نفسي. يعني انا متزوج عائلتي ما تريد باكر عقبه تقول لي عمي انت اشتغلت بالدوله، ادري وين فلوسك اللي بالدوله؟ شو اقول؟ اقول ما عندي ما تنحك. اجينا اشتغلنا هنا، اجينا اشتغلنا هنا، تجي تشتغل هنا تسمع كل شيء كل شيء تسمع. انت اقول لك شغله واحده واريد كلام صادق، انت صار لك ايش قد بالقناه هذه تشتغل بها انت؟ أنا اشتغلت بالقنوات هواية، يعني قنوات عراقية، هذا صار لي أقل ست أشهر. ما نقول ست أشهر، نقول ثلاث أشهر، ثلاث أشهر معطيك راتب؟ أنا راتبي ماشي الرجال، أنا أستلم راتبي ما عندي حلال العالم الناس تطيه. ما أعطاك شهرين شو تسوي؟ لازم مو؟ زين أنت هسه ما تقدر أشوف لك غير شغلة، أنت بعد كمشوك من إيدك توجعك. تطلع خلاص يقول لك أنت طلعت، أنت مشكلتك بعد طلعت، أنا ما جبرتك. لا جبرتك قلت لك تعالي ولا جبرتك قلت لك اطلع. تبقى
هذا الوضع مالتنا. الله يكون بالعون. الله يبارك فيك. ناكل لنا خبزه والحمد لله والشكر ماشي امورنا، ناكل لنا خبزه بس اكو ناس لا ترى تعبانه. نتمنى صوتنا هذا يصل للكل، صوتنا يصل للاعلى من عندنا، يعني نشوف حالتنا. والله نتمنى، هو احنا بالشارع وبالسوق ونتعرض اشكال والوان، هسه احنا صارنا يمكن بالساعتين ثلاث ساعات احنا بس نفتر على الموافقات وغيرها. عموما تحياتي وسلام لك وربي يحفظك ويبارك فيك وان شاء الله خبزه حلال. تحياتي لك حجي، حياك الله. السلام عليكم، شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ زين، عاشت ايدك على الكمامه هاي، صنع محلي مو؟ لا ما اقدر احكي. تحياتي. اعطيني زميلي لقطات عامه عن حركه السوق بهذا الاتجاه، مثل ما سولف الحج يعني اعطيته مجال هوايه لانه يعبر عن ما في داخله ويتحدث بكلام يعني ممكن يكون صائب في بعض الاحيان، ممكن يكون خائب، وهذا كلام يعني الناس مواطنين وحق الرد مكفول للجميع. اليوم السوق وحركته بالزعفرانيه، ممكن انه اي واحد يسال شلون تكون هذا السوق، شنو تاريخ هذا السوق. انا اللي اعرفه سوق الهوى بالستينات او بالخمسينات كانت هاي المحلات ما موجوده وكانت صريفه واحده فيلعب بيها الهوى، لذلك سموه سوق الهوى. شلونك عمي؟ جايك، انا جايك. سوق الهوى هو واحد من الاسواق المهمه وقديم، وبالتالي اصبحت شويه عليه رجل وصار سوق ومشت الوضعيه. شلونك عمي؟ هات يلا خليك. كريم مبارك عليك. عليكم. شلون عافيتك؟ الله يخليك، الله يعزك، الله يبارك فيك. الله يخليك ويسلمك. ابو من عمي؟ ابو هيثم. ابو هيثم، حياك الله ابو هيثم. عاشت ايدك على الترتيب، ها؟ الله يوديك. ايش قصر لك بهاي المهنه؟ ها؟ ايش قصر لك؟ كم سنه؟ والله صار لي من 93. أي. يعني حافظ السوق وحافظ الوضع والاسعار، حافظ على قلبك. اي اي ابو هيثم متضارب، ماكو سوق مستقر. ها. اي بس بايام التسعيره كان السوق مستقر، السوق ماكو سوق ماكو شيء مستقر. اي اليوم تلقى الطماطم مثلا اكو موجوده بالعلو ارخص. اي ما موجوده غالي. بتيته ما موجوده نفس الحاله، نفس الطماطم، نفس الباذنجان، نفس الخيار، نفس السلعه موجوده بالعلوه تكثر يعني يصير رخيصه، تقل تصير غاليه، هذا عادي السوق. هسه احنا عندنا المواد الغذائيه او المخضر بشكل عام موجود متوفر كله، لو اكو بي غالي بي نوعي بي غالي وبي رخيص. المنتج مالتنا وينك؟ العراقي هسه عندك لو ما عندنا؟ خيار عراقي، باذنجان عراقي، فلفل عراقي، بوتيتا عراقيه، بصل عراقي، باميه عراقيه. زين. اي شتي بعد؟ الطماطه لا مستورده. مستورده. اي اكو عراقيه. ليش احنا بس دائما مشكله بالطماطه؟ ها؟ مشكلتنا بالطماطه. لان اكثر سعب العوالي على الطماطه. زين. عندنا نعم. زراعه لو ما عندنا عراقي؟ عندنا لا عندنا زراعه، بس هي حسب الموسم مالته. اي. هذا الموسم من البصرة انتهى، هسه موسم البصرة يجي موسم من الوسط والشمال. زين. ايه. تنزل للسوق. تنزل للسوق، كل ما تنزل كل ما تكثر ترخص. هاي موجودة عرض ايه. وطلب. عرض وطلب. المستورد. أول ما يطيح مثلا الزرع البانية والباذنجان والطماطة أول ما يطيح بالمنطقة يصير شوية بي نوع من الغلة، لأن يعني الفلاح هو تعبان عليه. صحيح. ما يبيع بلاش. لا شيء طبيعي. ايه. وين المشكلة اليوم؟ الفلاح مستقر وضعه ماديا؟ لو احنا ما ملتقين تشوفونه بالعلوة اكيد نشوفه بالعلوة. والله احنا اكثر شيء ناخذ من الجلابة مو من الفلاح. اي لان الجلابة يروح نجيبه من الفلاح يبيعون على البقاق او المكتب ياخذه من الفلاح يبيعه او يجيب ينقل من المحافظات للبغداد. وهيثم احنا متعودين احنا العراقيين على وضع السوق. نعم. عندنا برمضان تصير شويه صعود، ابو هيثم هنا فدوه تعال قرب لنا. بالسوق برمضان يختلف السوق. وواحد يبيع واحد يبيع معلق وواحد يبيع على قد الحال وما تعرف شنو. السوق مساوي. اكو رقابه على السوق هسه لو ما؟ اي جونيور يعني خليت الازمه جت ذيك الايام قامت راق. يعني اكو مراقبه. اي. زين. اكو واحد يحدد السوق مثلا يحدد لك مثلا انت ما يقدر يحدد لك لان السعر بالعلوه متضارب. اي مثلا اليوم تلقى مو قلت لك تلقى اليوم البطيخ اذا اليوم بلف جوز باكر تلقاه ب 500 او ب 750 بالعلوه. صح.
اي فانت لازم البقال هم يخلي لنا نسبه مال كروته عموله هلا غاتي 100,000. تعبه؟ ها؟ تعبه ونقله ووقفته و... اي الله يكون بالعون ابو هيثم يا طيب يا حبيبي. الله يعينك. الله يبارك فيك. محمد ان شاء الله يعني الشعب العراقي. تعاي حجي تعاي اشتري اشتري. هي قالت لك بيش برتقال انت سولفت. يلا هسه تروح ترجع. تحياتي تحياتي لك عمي ابو هيثم بدون قلبك بدون قلبك حياك الله هسه تروح وترجع على حشايته يعني ضامنها ابو هيثم. السلام عليكم شلونك عمي؟ حياك الله حبيبي شلون عافيتك؟ الله يبارك فيك. هذا المشمش العراقي اعتقد نزل شلون اخوي؟ شو اخبارك حبيبي؟ شلون صحتك؟ شلون الامور الاحوال؟ بخير بخير. الاثنين ونص مشمش عراق اول نزلت هاي. اول نزلت؟ اي شيء اكيد. مال يا منطقه؟ اه مال سامره. مال سامره. خل اوقف هناك. اي اوقف براحتك صديقي. ها؟ الاسم بالخير. الاسم مختلف. حبيبي حبيبي. كيلو باثنين ونص. مو؟ كيلو باثنين ونص؟ اي شيء اكيد. زين اكو واحد يلزم عليكم سوق او تلزمون على الناس سوق؟ لا لانه هذا نزلته وبعده جديد وحلو. احنا من رمضان احنا منك جاي نشتري باسعار غاليه. اي فشي اكيد لازم تبيع بالسعر المناسب عشان تربح به. يطلع عندكم هذا شنو تالف؟ لا لا يطلع مال شربت. زين. علي سحب هسه؟ اي ان شاء الله يكون. الناس بعد لانه غالي. رمضان فد بس العصر يسوق. الصبح ماكو. تحياتي لك حبيبي. يا طيب يا عزيز انت. جبناها على المواد الغذائيه وتفاصيل المواد الغذائيه. المواد الغذائية بكل رمضان يصير اكو بها صعود وهذا الصعود هو ما معروف اللي يتحكم بالسوق الفلاح ابو المواد الغذائية ابو الجملة مثلا اللي بجميلة ممكن يقدر يتحكم بالسوق. شلونك حبيبي؟ لو مو تمشط. لا قصاب والله والنعم منك بس انت تمشيتك مال واحد مستعجل. شلون اخوي؟ شلون اخبارك حبيبي؟ صحة رمضان كريم مبارك عليك الجميع ان شاء الله. رحمة الله صحتك. والله الحمد لله الله يسلمك. صابوا شلون اخوي؟ والله حاليا زين نص ونص يعني السوق. نص ونص؟ ايه. الاسعار شلونها؟ يعني زين نفس العام نفس قبل العام يعني مو ماكو صعود ان شاء الله. ماكو صعود؟ اكو شيء غريب بس بالغنم صعود يعني. بالغنم؟ ايه بس العجل لا مستقر. مستقر العجل؟ عجلي طال نفس الاسعار، مو الطريان هسه تعرف سيطرات ما يدخلون بغداد، يعني ما يدخلون كل منافذ بغداد لو اكو كله ما يدخل. والله ما المنافذ كلها ما جاي يدخل الطري هسه حاليا، والله جاي اقول له فرها وارجع. يرجع من المحافظات يرجع. عافيه، المداخل الرئيسيه مثل مال الشعب مثل عندك هاي مال كوت في صفحه منها. ممنوع الدخول. اي اي طري ما يعبر. هاي الا مثل يسوون كتاب مال البيطره وعمليات بغداد، يعني نادرها صرف تعرف انت. زين هسه هو في حال انه عندنا احنا ممكن اللي رابط اللي عنده حقول هم انتهى يعني خلال هاي الشهرين هم ايه ليش صار صعود؟ هسه عندنا قليل هنا شنو جاي مثل عندهم طريان القديمه هنا فيقدر يعني على قول ذاك يمشي امره بهم. اي فهسه مو بسعره اي طبعا هاي اكيد يعني هو كله اي شيء يصير ازمه بالمنطقه يصعد اللازم الاسعار. سوق الهواء شلونه من وضع الخدمات بوضع التفاصيل اللي موجوده؟ تجي اشوف بعينك يعني على حاطته ماكو احنا هاي احنا ننظف يعني ما حد يجي ينظف تقول من غير دوله لو فشي ماكو. بلديه يجون والله يجون خط يمين ينظفون بس ما يفيد. تنظيف عشوائي هيك يعني شلون ما كان. هم السوق يعني هم مو كلها مرتبه يعني. عفي مقصرين هواي جماعه السوق حيل مقصرين يعني. بيهم اي بيهم لا نظيفين بيهم ينظفون بيهم لا والله ما. تحكي وياهم ما يفيد. ايجاراتكم شلون هنا بالله؟ ايش قد تقريبا توصل؟ والله اكو 300 400 حسب الوضع. هم ناس يعني تخلت عن الايجار لو الايجار يعني بهاي الفتره مال الكورونا غير صارت؟ لا ما صارت بالسوق، يعني السوق مستمر مفتح. والله صارت عليها مرات حضر للسته العصر مرات للاربعه. يعني ما صار يعني ما غلقوا السوق نهائيا. تحياتي وسلام لك. حبيبي الغالي حبيبي حياك حياك الله يا حبيبي حبيبي. السلام عليكم شلونكم؟ رمضان كريم مبارك عليكم. الله يخليك. شلون زينه؟ الحمد لله على شلون وضعك؟ خير من الله.
تحت ايدك على الباكر. الله يسلمك يا ابا الحمد لله. شغل ايديكم هنا تطفونها لو بغير مكان؟ لا ننفى هنا أنا. والله. امان يوم. انا ام محمد. محمد. ام محمد شلونك بسوق الهواء؟ شلون وضعك؟ شكرا الحمد لله. الحمد لله. شو سوى هاي هي؟ لا يا ابا ان شاء الله تفرج. تفرج باذن الله. يفرجها على امة محمد ان شاء الله. اي والله. تاثر السوق هوايه بهذا الوضع مو؟ والله كل شيء ما شفت. تأثر بس ما شفنا واحد صار بي بإذن الله. أدري أدري أي. ما شفت واحد مصاب مثلا؟ لا والله. أي والله شاهد على كلامي محمد. هسه شلون نريد احنا نريد نقنع الناس تقول هذا وباء وعالمي وسوى كوارث بالناس وبالدول. إن الله واحنا بالعراق الناس ذابينها على الله ونعمة بالله الحمد لله. بس هو الاجراء لازم يعني واحد. لا لا لازم والله. بس احنا ذبينا على الواحد الاحد. اي هو اي ان شاء الله يبري امة محمد ان شاء الله وحتى على الكافر ان شاء الله يبري على الجميع ان شاء الله. محمد قصرت هنا بالسوق بل. والله بال 30 سنه بعدني حافظت شغل شفت. اي والله شو اسوي خاله الحمد لله. اي والله سوق ما عندنا ولد. عندنا ولد مو ما عندنا بس شغل ماكو. لو نروح لو نقول لهم روحوا سلبوا لو نقول لهم روحوا فوقوا اضطرينا اضطرينا احنا نطلع. ايه حلال ما بيها ما بيها مش الحمد لله خاله والله الحمد لله. اي والله عشان ما نمد ايدينا الحمد لله خاله والشكر ان شاء الله. على مود لا يروحوا يمدون ايديهم على الحرام على مود تظل ايدهم نظيفه. الحمد لله فيكم البركه ان شاء الله. الله يشافيكم يعطيكم الايمان والرحمن بجاه النبي ان شاء الله يبعثها على أمة محمد. تحياتي أم محمد. تحياتي لك. شوفكم بخير يوم. شوفكم بخير. حياك حياك الله يا طيبة. حركة السوق مثل ما تلاحظونه طبعا الحجيات اختصاص باكة والباكة معروفة الباكة العراقية معروفة على مستوى يقول لك إذا تريد تعزم عزم على باكة. العراقيين اغلبنا يحب الباكر. حركه السوق جاي يشوفونها محدوده نوعا ما وحتى حركه الناس ايضا محدوده مو ذيك يعني مو ذيك الحركه القويه وبالتالي هذا هو السوق وهذا وضعه. السلام عليكم حبيبي. ناس ماخذ احتياطاتها وناس لا. السلام عليكم. شلونك عمي؟ رمضان كريم مبارك عليك. عليكم وعلينا جميعا. صحتك. الله يحفظك. اشكرك رحم الله والديك. عاشت ايدك انت ماخذ احتياطاتك كمامه. لا والله مو الاحتياطات المضبوطه. ها والله. لا احنا ما نقول مضبوط 100% بس احنا نوعا ما شوي اهون. الحمد لله على كل شيء. شلون وضع السوق اليوم؟ والله انا لاول مره جاي يعني ما صار هوايه توني جيت. فما اعرف ما مفتر بالسوق بعد حقيقه يعني. من الزعفرانية من نعم. اي من الزعفرانية نعم. وضع الزعفرانية عمي اريد اسالك عن وضع الخدمات بي شلونها؟ خدمات من اين؟ تحتية مثلا على وضع المدارس يعني مستوصف على مستوى الصحة مثلا بشكل عام. حقيقة هو الوضع الصحي مو بس بالزعفرانية او الوضع خلينا نقول الخدمات على مستوى الخدمات وظيفتك. يعني مو بس الزعفرانية كل مناطق العراق بشكل عام لأنه للأسف السياسيين اللي حكموا بالعراق من 2003 ولحد الآن يعني من الأسف تعرضون لضغوط الأحزاب ولهذا السبب يعني هم البنية التحتية مو ذيك البنية يعني ما شفنا في شيء مثلا لا شفنا في مستشفيات جديدة لا شفنا مثلا شوارع تبلطة جديدة لا شفنا مثلا في يعني بنية واضحة لا كهرباء لا ماي واضح يعني هاي الكهرباء قد انصرفت عليه ميزانيات ولحد الان ماكو شاره المواطن يعاني من الكهرباء لذلك انه هاي وحده من مئات المشاكل للاسف يعني هي ما معقوله يعني يعني تحكم تقريبا اربع حكومات متتاليه وما زال بحدود 17 سنه ودخلنا بالسنه 18 والبنيه التحتيه لحد الان الكهرباء ما تنحل يعني ما معقوله يعني البلد به كوادر علميه وكوادر فنيه متمكنه وبقيادات سياسيه يعني ناس عقول سياسيه تفكر للاسف ما انحلت المشكله ليش؟ لان للاسف الاحزاب
خاضعة لضغوطات خارجية، أو نقول الحكومات تخضع لضغوطات خارجية، ما هي هاي مشكلة المحاصصة، هي هاي مشكلة. احنا وقعنا مشكلة المحاصصة، المحاصصة نتخلص منها المحاصصة في ظل بالوقت القريب ما أعتقد، بس إن شاء الله ممكن نتخلص منها. يعني ممكن ليش ممكن يعني إذا يجون ناس فعلا وطنيين قياديين يعرفون مصلحة البلد، يفضلون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى مصلحة الأحزاب، ناس غير مزدوجة الجنسية أهم شيء. يعني شو الفائدة مزدوجة الجنسية وقاعد برا وما يهمه وديع عوبر اثنين ترى رواتب ماكو أي عدالة. يعني مو معقولة إنسان يخدم الدولة 40 سنة تعطي راتب 500,000 أو كل شهرين همنا يلا يسلم مليون أو مليون ونص، واحد يجيك يحكم شهر واحد لجماعة مجلس الحكم اللي خدم شهر واحد يا راتبه يعبر الفد 30 مليون أو 20 مليون، هاي مو عدالة. ما دام ماكو عدالة يعني للأسف يبقى البلد تعبان، مشكلة نبقى نعاني عندها. ما أعرف يعني الحل شلون تنحل، ما أعرف، بس الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. تحياتي لك عمي، الله يبارك فيك إن شاء الله، وأنا تعبتك. أهلاً وسهلاً، مشكورين، حياك حياك الله. يعني موضوع يعني ممكن إنه أتحدث عن بشكل عام عن الوضع. شلون أخوي؟ جواكم الله. شلونك حبيبي؟ شلونكم زينين؟ الحمد لله. جواكم الله. هلا حجية، شلونك؟ إيش أخبارك؟ أنا شاد وياك. شلون؟ غير أمنا وأختنا وعزيزة علي. ذيك المرة ما طلعت هاللقاء مال. تذكر يطلع، احنا برنامجنا يطلع، برنامجنا يطلع بدون استثناء، يعني الكل تشوفنا. شلون زينه؟ الله يسلمك. الاخبار عين شلونك؟ مرتاح ان شاء الله. الله يوفقك. الولد شلونهم يمك؟ يبوسون ايدك رحمه الله قلبك. بعدك مكانك لو تغيرتي؟ لا هنا هناك ما جيت يمنا، احنا هسه نمر عليك، نمر عليك هسه نجيك. لو طالع انت عندي واروح، مو مثل قبل مريضه ما لي خلق والله. شلون وضعك الامور الاحوال؟ الله كل وضع تعبان. السوق شو الناس تقول؟ خير من الله عم السوق حركه. الناس تقول خير من الله السوق وماشي وضعه وبيع لا عم السوق تعبان والله العظيم. هسه خلي السوق ما لنا شغل بيه، العالم عايشه، بس احكي بهذا الوضع. قطعه رواتب العالم متقاعدين، هسه العالم مثلا انا اريد اشتري من السوق غير عندي فلوس؟ عندي راتب كون مو؟ اي مو ما عندي وجب تربع علاقتك كل شيء ماكو الطوطي، ما عد هالعالم، ما عدها ثلاث ارباع الناس ما عدها. يعني ناس رجعت نحو الاسفل مو نحو الاحسن. والله وانت هذا عادل عبد المهدي عوب لك طيبه طيبه بقلب الناس، شكو وقعت على الرواتب؟ خلي لك ذكرى، ايش بيك؟ ما تخاف من الله؟ شلون توقع رواتب العالم؟ انا ما عندي راتب، بس احكي على الناس خطيه. والله العظيم خطي هالشياب هالعجايز هالناس اللي ما عندها تعبانه، تروح وترجع وماكو، تروح وترجع وماكو، خطي حرام عليك. بالله خلينا نشوف هذا اللي جانا هسه جديد، بلكت الله واهل البيت. وجهي له رساله والله. شو تقول لي له؟ يدير باله على الناس الحواسب، ويدير باله على الفقره، ولا يمشي ورا ذول الحراميه، ولا يخاف، الشعب كله وياك. ومحمد اول وحده انا اطلع بعوشيتي وياك، الشعب كله وياك اذا انت صدق ناصح وجاي للشعب جدي. بس يا ريت تكون تصير جدي، يا ريت ما تخاف، تصير جسر العب بيهم لعب. اي وخذ ثار المتظاهرين وطلع حقوق الناس وطلع كل العالم هاي المظلومه وطلع فلوسهم. إذا واحدة حذاها بخمس ملايين من البرلمان بعد ما أدري كم دولار، قال والله ما أدري، هاي بعد إيش تتوقع منها؟ ومكياجها بعشرين ورقة، هاي إيش تتوقع منها ذني؟ ذني كلن شلعون شلع شلع. يا قالت يا قالت المكياج بعشرين ورقة. والله غير أنا أدري بيهن ذن أمهاتين يبخن شفايف ويسوون تجميل وتضعف روحهم من الله مخرب خلقتهن وخشمها سوي ما أدري بيش. بفلوس العراق الكاتل هالجاع، العالم كاتل هالجاع، ذني نبخل شبايب ومكياجات. يا ما تخافون من الله، يا ما عدش مالت الله. والحرامية كلها طلعوا، بس كون تطلع هذا اللقاء والله هذا يطلع هسه امام الناس يطلع بالله. اي الحرامية كلها طلعها وصير جسر، وانت جسر خوذ زلمه مبين من وجهك، وان شاء الله نشوف على عينك خير. وذولا كلهم كلها 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 ختولي وحاكم حاكمهم واحد واحد طلع فلوس.
يقدر مثلا بامكانه يقدر يعني؟ يقدر الشعب وياك، كل الشعب وياك، بس اطل البقره شوف هاي الناس اللي على ليك والشباب القاعده سوى بصمه. انت يا عادل عبد المهدي خليت العالم ماكو ولا درهم، خطيه العالم. عوف لك بصمه، قول دوله خطيه، طيم رواتبهم. انا ما عندي راتب بس احكي، احكي مالت الله. والله منك والله. فدوى روح لك، فدوى لعينك، الله يوفقك. تعبتش يا طيبه تعبتش. شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ شو صحتك؟ ان شاء الله زين. رحم الله. صفقوا لها الحجيه. والله كلها زين. الحمد لله اول شيء. الحمد لله قواك الله. قوى حيلك احمد الله والديك. والله تعبان عمي. والله تعبان وصايم شويه. الله يكون بالعون. تتجول لو تلقالك مكان تقعد؟ لا والله الجوله اكثر. اي والله شو تسوي عايشين والله العظيم. والحمد لله. اي والله لا الحمد لله والشكر. والله واحد ياكل له خبزه من وراها علاقه وخبزه حلال احسن مما. والله صادق والله صادق. يتحمل يرجع للبيت نايم ينام يرتاح. الحمد لله والشكر. امشي هذا شرف جهاد الاكبر هاي يسمونه. مو جهاد اكبر هذا يعيش من ورا هذني والله. ولا قلت عاد واحد طيني مديدي اخو ميطين مو كل من علي بروحه مو صحيح. الحمد لله والشكر وعايشين الحمد لله. صار لك عمي بالله ايش قد صار لك بالسوق؟ صار لي 6 سنوات لعلي 6 حوالي 6 سنوات. نعم نعم والله يعني وعيت على وضع السوق وشفت وضع السوق. عندنا هواي شباب يعني. نعم والله شباب تشوفون هواي خطيه. اما انقسم حالي شباب والله يبعد عليك وعناي شو تسوي؟ الامور تعبانه الظروف صعب. صح مو؟ هي الناس كلها تعبانه خصوصا هذه الظروف يعني. بس عم من نشوف الشباب بعمر الورد الاخوان هنا انقرع يوم الصراحه. تعب يعني اذا اشوفك بروح الاب. صدق ولا ما عنده ما يبيع عليك بس لا منطر يبيع مو صحيح؟ انا سالت لا عده ابيع اني ثقه محمد وحق الحسين معزول. صادق انا صايم الثاني صادق والله العظيم بس الظروف اقعد من يعطيني وعد عائله 6 عندي. طيب ما سد وانا مره 8 احنا والله العظيم. الله يكون بالعون. وحق موسى بن جعفر. صادق زين عمي مرات احنا هم نسولف في السوق نطلع. نعم نقول يعني اكو عندنا شباب يدفعون عرباين صغار كلش زين؟ نعم يعني 10 سنوات هذا يطب السوق مثل الورقه بيضه. صحيح والسوق باشكال والوان. نعم. زين نعم مثل البحر. صحيح هذا سبب الاهل الاب الام سبب الدوله سبب وين السبب والله؟ سبب الدوله الرئيسيه. شلون الدوله؟ الدوله ما متوفره بهذا الشيء هذا المواطن مو صحيح؟ كل متوفره افتح مشاريع افتح العالم مو صحيح؟ هذول شو ما يشتغل لو مطيتها بالشهر 200 مو صحيح؟ انا ما عندي رعايه صار 5 سنوات كل شيء ماكو اسمه ما طلع اسمه والله شو اسوي؟ عايش العيال احصل 10 لو 8 اي حسب الظروف السوق. اي والله الحمد لله عايش نعمه ما طوب شرف ومرتاح فوق محمد. الحمد لله والله العظيم. عندك وليدات ان شاء الله؟ عندي 4 و2 بنات. الله يخليهم. اي والله واحد اعداديه بالثالث. اي والله وصلتهم دراسه عاليه. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر تعبت عليهم حيل شكل والله العظيم. الحمد لله والشكر تعبك ما يروح فيك. احمد الله والديك احمد الله والديك بارك الله. اريد عمي اريد اسولف لك على وضع الشباب اللي ذكرناهم الاطفال. نعم. اللي موجودين في حال انه اكو قانون. هو اكو قانون بوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. صحيح انه عماله الاطفال. نعم هذا الوضع مفعل عندنا بالسوق بمناطقنا لو بس مجرد قانون وما مشتغل يعني. والله ما مشتغل صراحه كل شيء روتي الحبر على ورق والله العظيم كون شغل متوفر مشاريع وهاي شباب ما يشتغلون لعلي ثق محمد انا سوالف من نفسي مو مشاريع والعالم هاي دول مرتاحه ما يبيعون لعلي مو صحيح متوفر مرتاح مو صحيح؟ واحد يسمعك يقول ياب المواطن شو يريد؟ شيل استقرار الاستقرار والعيشه العائله مو صحيح؟ اي اهم شيء هاي. تحياتي لك عمي. بارك الله فيك احمد. فيك ويسلمك يا حبيبي. حياك الله واجيك. فدوى قلبك عمي. يعني من نسولف ونص اخواننا اللي موجودين يعني يمكن بس بهاي المساحه 50 متر بها 15 20 واحد يشتغل ولذلك نشوف وضعهم تعبان لانه بيا زمن عندنا طفل عمره 10 سنوات 8 سنوات يطلع للشغل ويدور له خبزه. بيا سنه من السنين اللي
ولو العراق هو مر بظروف اكثر من اللي نمر به الان، لكن ما كانت بهذه الصوره، لان الفقر يولد كل شيء، يولد انه ناس تطلع عن الطريق، وهذا اللي ما نريده يصير، لانه اكو ناس ملتزمه اخلاقيا وبصراحه ملتزمه عائليا وماشيه الامور. اذا اكو ناس لا يقول لك لازم يطلع يشتغل، ابني او بنتي الصغيره لازم تطلع للسوق تشتغل وهي عمرها 10 11 سنه، لذلك انه هذه مشكله موجوده. نتمنى انه توصلون لهاي الناس، سولفون وياهم. ها حبيبي تريد تحكي؟ تعال. اسمك؟ شو اسمك؟ ها؟ مختدي. حبيبي شلونك؟ شنو اخبارك؟ والله زينين. شلون الصحة الأمور؟ والله على الله. ها؟ على الله، على يعني. ايش عندك بالسوق والله؟ ها؟ أنا جاي هنا أشتغل. ايش قد عمرك أنت؟ أنا هسه 10. 10 سنوات؟ إي. زين. ايش تشتغل هسه أنت بالسوق؟ ها هنا أنا بصنيه ما شاء ما تبيع عن الولد يقن العد الله قاسمه، اروح اخذ مسواق من هنا اروح انا اودي لاهلي. والله ايش تسوق باليوميه مالتك؟ ايش تسوق؟ يعني ها نبات هاي العالم يقون اكل، اروح انا ها اخلي ها اودي لاهلي ويهم لاهلي ها يسوون عنه ما عدا. زين انت بالمدرسه لو بدون مدرسه؟ لا ما مسجل. ما مسجل ابد؟ ابد. الوالد موجود؟ امك موجوده؟ يعني ها الوالد مقلق امي. اي الله يكون بعونك. مشاكل مجتمعيه هوايه، لذلك انه يعني شو تريد تسولف عن طفل بهذا العمر؟ زميلي حيدر حبيبي حبيبي سولف. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. بس احنا الهوسه هيك ترى تصير مو حلوه بالكاميرا. سولف. انا احكي على مجتمعنا التعبان. صدقني هسه من خلال هذا الحظر الهطو هسه لو مطين يعني كل عائله فقيره مطينها 200 الف قوت يومي، يعني مقعدين من الشغل تعال انت قاعد بالبيت او حظر ها وكل شيء ماكو، يعني الفقير هو ايش ياكل؟ ما تقول ايش ياكل؟ ايش ياكل يعني؟ يقول لك فيروس وهذا الفيروس لازم اجراءات وغيره. الطوم من خلال هاي الفتره الطوم كل واحد 200 الف 100 الف من خلال هاي الفتره الحظر. صحيح وهذا المفروض. المفروض غير عداله يكون يصير له لا زين، واحد يستلم راتب وواحد قاعد بالبيت ليش هيك يعني؟ صح. يعني هسه احنا جاي نشتغل بالسوق. أي. كان السوق ذيك الفتره معز، السوق تعبان، الله وكله قاعدين بالبيت. صح. قاعدين بالبيت وكله مصرف، اهلنا مصرف يردون من يمنا ويردون الصرف، تعرف انت بالبيت شنو؟ والسياسي نايم وراتبه يجي. عالم نايم وراتبه يجي واحنا كات ننظم. ما يصير هيك غير يكون يعني وين العداله؟ ماكو عداله. العداله من الامام علي وانقطعت بعد، انتهت بعد. ماكو بعد عداله؟ لا ماكو، انتهت بعد العداله. واحنا نشكر قناتكم. حياك حياك الله. شكرين يا ابو رحمه الله. فدول قلبك يا حبيبي يا حبيبي. حبيبي حبيبي انت، حبيبي يا طيب. السلام عليكم. شلونك؟ لا 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 سمعتك والله ما ادري سمعتك. والله ما سمعتك. والله العظيم حبيبي. تحياتي لك. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ قواك الله. شلون صحتك؟ تمام. احنا ملتقينا انا وياك يمكن ان شاء الله. شلون الامور اليوم؟ السوق شلون؟ الحمد لله على كل حال. لا لا ماشي. عليكم الاجراءات هاي التعزيله بوقت لو تاثر علينا هواي وقت والله حظر علينا طرق مقطعه العالم ما تجينا، بس السوق فارغ ما كان. اثرت علينا يعني 50% اثرت علينا 60%. اجراء هذا لازم يعني لازم تقوم بهذه الطريقه يصير. اي بس هو اجراء بس متعب، متعب العالم ما عنده السياره قاعده والتاكسي قاعد والكيا قاعد، يعني لا والمحلات ابو المطعم قاعد، محلات قاعده، شنو يعني ولا متى هذا؟ وهي هاي المشكله ما نعرف ايش قد بعد. اي متى يعني يوم يومين شهر ما نعرف شلون تفض ما نعرف. يعني هسه هسه صار نص النهار باعنا ب 20,000 يعني قبل ايام كنا نبيع ب 100 150 هسه 20,000 شريت وين ودي؟ لا صح من العوالم تحت النص. لا ده جو النص، جو النص واكثر. زين انتم سوقكم هنا سوق معروف وسوق يعني الناس تجي من جسر دياله تجي، بس الطرق منين تجي؟ يعني بالجسر قاطعه ما خلانا نضع عبر عبرنا مش. احنا عندنا سياره حمل، عندنا سياره حمل يقول حظر عليكم ما مشي. يا احنا حمل اليوم ما خلانا نعبر،
وجينا مش والله عندنا سياره ذيش جا وجينا الحمل ما علي حضر الحمل ما علي حضر الحمل ما علي حضر هسه تروح جسر ديالك يقول لك ما تفوت ممنوع والله يطبق عليك مال زوجه فردي ويطبق عليك يقول لك حضر تجوال لو هسه تروح تجل مع حمل شنو فردي هاي الحمل اي كي حمل يعني حاسبك عليها يعني انت مو تسهيل امره على الحضر عنود ما يصعد عنود المواد كلها ما تصعد لا ما يخلونا نفوت احنا طالعين للعلوه كان يقول في فرها ورجع دبينا عبور الوش والله عفنا لك الله يخليك الله يسلمك نعم مشاهدينا الكرام يمكن انه جولتنا ببساطتنا ببساطه السوق انتهت لكن اريد اوجه رساله خلال هذه الدقيقة الأخيرة طبعا نشكر أخواتنا القوات الأمنية بالزعفرانية بكل مناطقنا بالعاصمة نشكرهم ونشد على أيدهم وجهودهم مشكورة كل أصناف القوات الأمنية هاي وحدة اثنين في حال أنه تصرف فردي من شخص أو من يعني من جندي ممكن بالسيطرة يسبب مشكلة وهذه المشاكل يوميا نسمعها ويوميا نشوفها وحتى التليفون يخابروننا يقولون مثلا فلان سيطره ما تخلينا او فلان جندي شاد ويانا الجندي الرجل واجبه وما عنده عداوه شخصيه مع احد وايضا نفس كذلك المواطن اللي جاي يقدم خدمه للناس يوصل بسيارته بكي الحمل يتجول بحضر التجوال لانه يقدم خدمه ويساهم مساهمه فعاله بالسوق ووضع الاسعار بالسوق. الرساله اللي الاخيره بما انه تشكلت حكومه وصارت حكومه ورغم انه وزارات بعتي خل اروح للجانب السياسي وانا ابتعد عن الجانب السياسي قدر المستطاع لكن اتحدث بهذا التفصيل المهمه. المواطن اليوم ينتظر طبعا المواطن لا ربحان من الوزاره ولا حاط بجيبه من الوزير. بس يتامل يقول بلكة الله يجينا واحد انه يمشي وضع الناس يمشي وضع السوق يمشي الناس الفقراء يوقف على معاناتهم يوقف على مشاكلهم لانه هي هاي المسؤوليه المواطن يتامل ويتصور بمخيلته انه راح تنحل الازمات واحنا كذلك احنا نتمنى انه تنحل الازمات لان المواطن تعب المواطن مر بظروف صعبه الطفل مر بظروف صعبة، الرجل الكبير المتقاعد ظروف صعبة، المدرس، المعلم، الجندي، المنتسب إلى غيره، كلها شبع الضيم، وبالأخير لازم تكون أكو عدالة، نتأمل ذلك ونتمنى السلامة والتوفيق للجميع. تحياتي وسلامة لكم أنا أحمد الركابي وزميل رفقنا اليوم حيدر عماد، نشوفكم باكر بخير وسلامة في حلقة جديدة إن شاء الله، تقبلوا وافر تحياتي وحبي إليكم.